السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الرابع. في هذا الدرس سوف نتحدث عن الموفينج اوبجكت في رينو. هناك خمس طرق للموف اوبجكت. اول هذه الطرق هو دراج اند دروب. يتم اختيار الاوبجكت كالتالي ودراج لي في اي في اتجاه. طبعا هنحذف الارسو فبالتالي ممكن يتم تحريكه كالتالي. طبعا هنا بيذكر القيمة في الاكس والواي والزي وطبعا اللينس او المسافة الكلية. طيب دي ابسط طريقة ولكن هذه الطريقة غير دقيقة بالمرة. طب ايه هي الطرق الدقيقة؟ اول هذه الطرق وهي السناب للأوبجكت. طيب هنختار نفعل السناب. هنختار اولا هذا الأوبجكت. هنفعل الاو سناب. هنفعل السنتر. في هنا طبعا ستاندرد هو بوينت تو موف من السنتر. طبعا ممكن يتم تحريكها الى هذه النقطة او هذه النقطة. طبعا احنا ما نعرفش احنا حركناه من بوينت المسافة كام، لكن احنا دي بطريقة دقيقة عن طريق السناب. في طرق اخرى، في طرق اخرى ادق. اولا وليكن احنا هنحرك هذا الاوبجكت او هذه السلندر مسافة 50 مليمتر. فاذا كالتالي موف بوينت تو موف من السنتر وليكن 55 مليمتر في اي اتجاه. في هذا الاتجاه يبقى اذا نتحرك من هذه النقطة 55. في هل في طرق اخرى؟ وليكن عايزين نحركها 55 في الاكس و 55 في الواي او 50 في الاكس و 40 في الواي عن طريق موف من السنتر ثم ريلاتيف 50 و 40. اذا 50 في الاكس و 50 في الواي. حركها كالتالي. خلينا نجرب ان يكون النقطة ريلاتيف ماينس 10 و ماينس 15. اذا نتحرك 10 في الاكس و 15 في الواي. لو حسبنا هذه المربعات هيكون 15 مليمتر وهذه المربعات هتكون 10 مليمتر. الطريقة الأخرى عن طريق النادج تول. زي ما ذكرنا قبل ذلك لازم نفعل النادج تول من أوبشنز. ها هنا من النادج تول من راين أوبشنز ثم موديلينج إيدز ثم نادج ثم كي. يمينا ويسارا X positive X minus. K بتتحرك 1 مليمتر. Shift بتتحرك 10 مليمتر. ثم Control بيتحرك 0.1 مليمتر وبيحسب الكوميوليتيف طبعا في كوماند لاين كالتالي. يبقى إذن هذه كده استعرضنا الخمس طرق لتحريك عنصر أي عنصر معين أو أي أوبجكت معين في رينو. وفي الدرس القادم سوف نتحدث عن السكيل ثم سوف نتحدث عن الروتيت.